الناس كيشرو الزويق الوطني انا لا شريت شنو فيتامين شريت فيتامين ما دوش معايا حتى ديال 70 درهم وشريته قبل شي يومين يدير لي الدهكه ما فهمتش اش شريت صراحه عتيق بالوطني كذا تشري اي حاجه لما زادت لي الدهكه صراحه لقيت مكلفه كوكري داز زبيب زبيب دا رخيص ودابا راه مبقيتش نشرب علاش باش والو مع اللحوش نجي كل مره هو حلو حلو ولكن دابا ندير ماي سكين كير اللي كنديرو من الرف 10 سنين تخرجوا فيه الحبوب كبري يخرجوا فيه الحبوب على كنت كنديرها على وجهي نديرها كل نهار نقول لك انا درنا ندير ما بقاش كيخرج من هنا ولا كنت ندير هكا minutes later. Let's wash it off. Apply a few drops to the face in the morning and evening. Morning and evening. No, and you know, like I'm gonna do a day. Morning and evening. كنحوص انا بسالة هادي كيحرقني في وجهي علاش كيحرقني في وجهي علاش غير خصني نحول هاد السيد هوم من هنا نردو لبلاصتو فين كان هنا وهداك السيد هوم تما نردو لبلاصتو هنا ولكن انا من هادشي كامل ملي كيكثر عليا التخرميز كنجبد بلي نختار اش من مره عندي تفكر ندير هذا ولكن يمكنش ليا ندير الاحمر على الزرق يخرج ليا الموف وانا اصلا سابقه ندير الموف بديت نقول الزرق I don't know خضر والله ما عرفتش المهم تنفكر كانوا هنا حوايجي اللي جبتهم ولا لحوم ليه وتما ما عرفتش شد الحزاق هذاك وات ذا فوك نفس البيت انت ديال يماك يا اي بروبلي شود
كيبقى لاصق صافي نعيد نبدا ندير داكشي بشويه بشويه القطه واه صافي صافي داك الهبال خليته فحال هادي رديتي ديا عاد تفكرت فاش كنت في الابتدائي وداكشي ناري وجهي فانا فاش كنت في الابتدائي وداكشي وكتفيض كيفيض عليك السيل وكتقول لي استاذ خرج لي يدي وملي عقلت بنادم راه ولا بزاف كيدير هذا البلان هذا تشدي بنادم ولا كيدير هذا البلان هذا باش يسلت من القسم اللي ما عندهم يدار بيخرج من القسم تيقول استاذ فاض لي السيل وفيض على راس السيل وعاني وما بقاوش كيخلونا نخرجوا ديرفور وليتي كتجلس بيديك بحال هكا في القسم وخا يفيض لك السيل وبصح نيتي يفيض لك ما حتى شي ولاد الحرام كيكذبوا فيها ما ينتقم منكم فهاد النهار شحال مره عمرت حوايجي كنبغي بحال ما عمرت سنه من هنا وتشي وتشي شنو يدي شعري كيولا من بعد ما صبت واخا صباعي بقاو ليا ضفاري ما حتاش صباعي بقيت شحال وانا كنغسل فيهم اللي كاين ضفاري فوق كنت نتسنى يولي مغمق على هكا ولكن ما ولاش مغمق على هكا سو الدفاق ما يزبوش دو ودابا كنخرج طلبي شوي دفيت داركم خايبة اصلا شو يا دفيت كلمة بحالة خرجة ناكل بلادي عشي حشوة تكون كتخرج بحالة كف الصيف ندير لكم بكلشي نصاد يا سودة تباري كنت نخرج بين شري مش واحد اللعبه بين صايب طوبوكي ما عرفتش سميت كي كتقال واقيلا طوبوكي واقيلا ام سومين ما حدش لوحت مي شكل ما عرفتش كي كتنطق شي نقولي طوبوكي مين شري الرز الرز مش واحد الحاجه مين شري الرز ولكن الرز ماشي رز عادي رز رز بحال الدقيق ما عرفتش شكون حطها شي واحد قالت لي مولا وشكون هو هذاك لا 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 شي واحد قالت لي جدا لا هذه شي مراه كبيره وهادو اللي كيحطوا هكا كيكونوا شي حد قال لهم لا المهم كنت كنقلب على الدقيق ديال الروز اللي بين صايبي طوبوكي طوبوكي هكا كنت كنسميتو دابا شنو خصني نبقى ديما كانسى شنو هذا هو هذا المهم لقيت هذا ورا باقي هو هذاك راه واخا راه من عند تما راه كتباع راه قلت لك راه هكاك دايره فهمتي هذه كنت غير تصدريا علاش هذه ما غاملاش هذيك ما عرفتش ولكن هذه هكا كتباع هذه راه دخل لها الهواء داكشي علاش غملات هذه لا هكا كتباع الفرماج الازرق مسكتي ما تفهميش قلت لها تشري لي وهي تقول لي لا قالت لي انا عارف نصايبو لك بتصايب لي الاوت ميلك وهذا لا درا اولموند ميلك هو اوت ميلك تو 27 سولد تشري لي لا كان سولد تشري لي لا سلام سلام او هاي شو شحال ديال كانوا كلهم كيتسناوني انا عارفه مزيان هادو واش باغيين يتصوروا لا لا كيتسناوني انا نوريك هذه جيت للبحر ماشي نخرج نخرجر في البحر حيت الناس في الصيف كيجوا للبحر بالنهار وانا جايه لي بالليل وعارفه مزيان باللي كاين البرد سو لايك ياي عارف ملي ما يكون كيبان والو كما العاده خلوا
ملي نشوف في البحر كنتش عارفه راسي راه ما عمري نجي لي في النار نار لايك او او بيتش كتشوفي الريح شحال عطيني نوم شحال عطيني نوم بصحني نعطيك 5 دراهم تعالي بنتي تحبسيني دابا انت عارفه لي راه الا كنتي شحال عندي راه 120 درهم ريال سنتيم يا ولي لا ماشي 1000 ريال 1000 ريال انا قلت لها سنتيم كنقول حاجه كبر حاجه كبر كنتسناوني نجح لا لا وات ذا فوك هادو كيجمعوا عليا ابيتا تخيلي كيجمعوا عليا فين ما راه ما فاك والله الا خلعوني المهم البارح ملي رجعت انا نعس نعس مت نعس بحوايجي مثلا او هاد المصيبه اللي شريت دابا مع فقط غادي نصايب بها داكشي اللي بنصايب حيتاش كنت بنصايبو البارح الليل اول كي نعس راك شتي نصايبو دابا ما نتسناش حتى الليل عاوتاني وصباعي بقاو لي زاقين من ديك الصباغه البارح دفاري مشيت حتى صباغي ما صباعي ما عرفتش ما باش تحيد اش ندير لا وانا عفار بيرمننت سو المهم تكون بحال هكا هذا كتزيد عليه الماء وكتبدو بحال العجينه وكدير ليه بحال هكا مور داري مي المهم بحال كتبدو بحال كطويل الامتحان كان طويل وكتقطعو طروفو بحال هكا المهم هذا الشيء ما يديش سنس المهم ملي كتقطعو كدير ليه واحد الصوص شكل المهم هو هكا كيبان في الاصل توبوكي 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 الا مستقش ليا كيما هكاك غنكتب عليكم شي كذا نقول لكم شي تخربيطه اخرى دان 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 ما عرفت شحال واك علاش هادي فيها الماء المهم ما عرفت شحال غادي ندير واقيلا نديرو كامل ما نديروش كامل دايرين النص وكاين لا النص قليل That's about enough. Okay. دابا غير خصني نبقى ندير ليهم هكا نرجعو كامل علاش تقطع لامكم علاش تبارا امك عفا الزوينة عفاك الله يرحم باكم الله يتحرم عليكم بالرب واقيلا ولا خصهم يكونوا بداكا بحال هكا تقريبا باش يطيبو بالزرب اوكي هادي هي الغلاضة هي الغلاضة ترتوشو خصنا نحط هاد السيادو من هذيك الوحده فاش نديرهم في هنايا مع واخا درت وحده باش نشوف زعما واش طيب ولا ما عرفتش علاش درت وحده مسكينه المهم واش نلحو بوحدك وحده وما قتال وانا صغير كنت تلاصقوا مع بعضياتهم ولكن انا ماشي ساقي هذاك شغل هو ولا تلاصق المهم نديرهم كاملين الله يمسك دابا بعد ما زدت هذا في هذا وسط هذا هو يبدا هذا كيتفرقع في هذا ورد لي الدنيا بحال هذا علاش الحيط طيب واش دار لهم الحيط واحد القاعده اساسيه اللي ديما كنقولها لك ولكن ما كتقوليهاش دابا انا كما كندخل للكوزينه تكتبي عليا وشكون تصايب هذا الشيء شكون صايبو انا واش بالعالم تفكي مني ايه ما غاديش تفكي مني لا الا درنا لاصوص طوماط ما كنديروش معاه الزيت حتى كطيب الا درنا معاه الزيت قبل ما كنا هادشي كيتفرقع راه لانك درتي الزيت داكشي علاش هذيك الطرشه خاص كان عليك تخليها حتى تنشف من الماء عاد تزيدي لها الزيت وديري ديك ساعه داكشي الاخر اللي بغيتي دابا ما عرفتش صراحه واش طاب ولا ما طابش ولكن فهمتي ان نديرو راه طاب صافي طبتي ندير هادشي اوكي انا كنقول لك شنو جيتي توقف عليا ماما كمان هذا كمان
ما قلت والو ماما صندوق هذاك اللي عندي صايب لا عافاك خاصني ندوق انا تاع رايي ديالي صندوق انا لا راه حاب خبرك درت فيه الحرور نيت درت فيه الحرور قوم بسم الله اه صافي هذا زوين المنظر ديالو كيبان مزيان هذاك المذاق ما فيهش المذاق ما فيهش ابعدي مني بنين ما فيش المذاق ما فيش قلت هاد الهضره خصوصا يعني راه بنين شدي هاكا تحقروا عليا تقولوا لي ما تضعفيش طيبي ما راه كنعرف نطيب انا راه غير ما كنطلقش عليكم المواهب ديالي حتى انا نولي هي حليمه الفلاحي هذيك التنجره درت فيها الماشن بغيتيها بنين فيها الشعريه لا بنين فيها لي بار حداك جات دقه حدا غنطيب الوجبه ديال العام كامل انت راه كتبغي تاكلي تبكي صراحه هاد الخبز ديال التنين ملي غادي نديرو فشي غادي نديرو فشي حاجه غادي نخبيه المهم خرجت جوج داكشي اللي خاصني نجيب من امانه رايت واخا راه حليتو حليتوش ما عمري ما كنحلش داكشي هو الاول ولا ما كنحلش المهم اصلا ملي شتا الواس هذا عقلت على الواس اشنو كان جاي جايني من الواس الواس انا الواس بدا انا تنا من الكوان ترى هذا كان خصو يكون وقت البرد جوك ما عرفتش كاع واش يجيك دي ولا لا ما خديت سبعة خديت سبعة وما عرفتش 40 اجي دي اجي دي سويا رجع البلاستيك تشوفوا وخلي بالكم